على محاور القتال المختلفة، تخوض وحدات الجيش العربي السوري معارك حاسمة ضد إرهابي جبهة النصرة المرتبطة بالعدو الصهيوني والمدرجة على قائمة الإرهاب الدولي، وتحقق المزيد من التقدم وتقضي على عشرات الإرهابيين. في الريف الحموي أعادت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية الأمن والاستقرار إلى بلدة الرملية بريف السلمية الجنوبي، وسيطرت على التلال المحيط بها بعد عملية عسكرية سقط خلالها أكثر من 60 قتيلا بين الصفوف الإرهابيين. وفي ريف القنيطرة المحررة والمناطق المجاورة والقرى الممتدة على الحدود الإدارية لمحافظة ريف دمشق، صد الجيش العربي السوري هجمات الإرهابيين المرتبطين بالعدو الصهيوني. وحدات الجيش والقوات المسلحة نفذت عمليات على تجمعات وتحصينات إرهابيي جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قريتي مسحرة والحميدية، ودمرت جرافة للإرهابيين في الحميدية كانت تقوم بأعمال التحصين وقتلت وأصابت من فيها، كما دمرت راجمة صواريخ للمجموعات الإرهابية في قرية مسحرة التي يتمركز فيها الإرهابيون وتعد نقطة إمداد للتنظيمات التكفيرية بين محافظتي درعا والقنيطرة. وعلى محور آخر أوقعت وحدة من الجيش قتلى بين إرهابيي جبهة النصرة على طريق أم المياذن النعيمة على تخوم الحدود الأردنية السورية. التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي تواصل طلبات الاستغاثة والمساعدة بعد التقدم الذي حققه رجال الجيش العربي السوري في مطاردة فلولهم وتضييق الخناق عليهم، خاصة في مزارع الملاح. يا شباب كل الإعلاميين وكل الغرف هون، يا شباب اللي كل فصائل تبعت مؤازرات ومجموعات مجموعات كويسة على الملاح، تبعت مجموعات مؤازرة على الملاح. الوضع صعب كثير في الملاح، ولا سمح الله استمر هيك القصف والتمهيد، الجيش لا سمح الله بده ياخذ الملاح وبده يقطع طريق حلب جديد، وانتم كلياتكم بتعرفوا هالوضع. شباب حلب كلها متعلقة في الملاح، والملاح الشباب قدموا اللي فيه الكفاية وراح شهداء وراح جرحى، الله يتقبلهم ويشفي الجرحى، والعالم تعبت كثير. بدنا مؤازرات من كل الفصائل، من قلب ورب، يعني من كل قلبهم من كل ربهم يروحوا يحسوا في هالموضوع اللي العالم عم تحس عليه. حلب ما بتخص فصيل ولا فصيلين، حلب كل العالم. اذا بدنا نضل نتفرج على بعضنا خلص راحت الامور كلها.